الفرقة 146 بتبدأ عملية برية محدودة في جنوب لبنان ضد أهداف تابعة لحزب الله. أفريقاي أدراي قال أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن العملية البرية المحدودة والمحددة اللي بدأتها الفرقة 146 واللي بتشمل قوات اللواءين 2 و205 بتستهدف البنية التحتية لحزب الله في القطاع الغربي للجنوب اللبناني ضمن ما أسماه بحملة سهام الشمس. وقال كمان إن القوات البرية بتعمل بالتنسيق مع القوات المدفعية والقوات الإضافية لتحديد وتدمير البنية التحتية أو كل ما له علاقة بالحزب. أما بالنسبة بقى للواء جولاني كتب في غاية على إكس إن قوات اللواء سيطرت على مجمع تابع لعناصر حزب الله في جنوب لبنان وكشفت عن وسائل قتالية وعثرت كمان القوات على منزل سكني وبستان زيتون إضافة إلى منصة صاروخية جاهزة للإطلاق. وكمان تم تدمير مخزون من الأسلحة والوسائل القتالية داخل المجمع بما في ذلك صواريخ مضادة للدروع. وكالعادة بوستات وكلام أفيغاي بيستفز عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا للتعليق عليه. أبو موسى رد على أفيغاي وقال فين النتائج؟ فين أهداف الحرب التي تحققت؟ أنت بتهري على السوشيال ميديا وخلاص. كمان في تويتة من ملاك اللي قالت أنت ما وريتناش إزاي فاتوا، ورينا إزاي طلعوا.